إن أغلب السلالات وأنواع القطط تميل إلى أكل الأسماك بأنواعها المختلفة مثل السردين والطونة، ولكن ما مدى تأثير هذه الوجبات على صحة القطط؟ وهل تعد من طعام القطط الصحي والمفيد لهم؟ فيتساءل المربون وعشاق القطط إذا ما كان للسردين المعلب فائدة أو أضرار، وفيما يلي سنتحدث عن هذه الفوائد. فوائد السردين المعلب للقطط. من فوائد السردين المعلب للقطط ما يلي: يعد مصدرا أساسيا للأوميغا 3 المعزز لصحة ونشاط الدماغ لدى القطط من مختلف السلالات. هذه الأحماض الدهنية تعزز جهاز المناعة لدى قطتك، ويمكنها أيضا أن تمنع الإصابة بأمراض القلب. يزيد من فرصة استجابة القطط وتفاعلها مع البيئة المحيطة بها. يعزز من حركة القطط وعدم إصابتها بالخمول. السردين مصدر غني بالكالسيوم المهم لبناء عضلات القطط ونمو العظام بشكل سليم، كما أنه يعزز صحة الأسنان لديها. يمكن إضافة وجبة من السردين الخالي من المواد الضارة للقطط المصابة بأمراض مزمنة مرة كل فترة مع متابعة الطبيب البيطري. فوائد أخرى للسردين للقطط. للسردين فوائد عدة لحيوانك الأليف، ومنها: معبأة بالبروتين. يحتاج القط إلى البروتين لتنمية العضلات والأنسجة الضامة، إذ يوفر البروتين بنية للبشرة والشعر والمفاصل والعظام والأظافر التي لا يستطيع حيوانك الأليف إنتاجها، ويحتاجها من هذا النوع من الطعام. المفاصل ودعم العظام. السردين ليس فقط أحد المصادر الأكثر تركيزاً لأحماض الأوميغا 3 الدهنية، ولكنه غني أيضاً ببناء العظام وتقوية فيتامين دي. صحة القلب. السردين مصدر ممتاز لفيتامين B12 الذي يعزز صحة القلب والأوعية الدموية بشكل عام. صحة الدماغ. يساعد السردين في زيادة قدرات التعلم والذاكرة ووظيفة العين والمهارات الحركية لدى حيوانك الأليف. يساعد على التخلص من الحساسية. الأحماض الدهنية الموجودة في السردين مفيدة في التخلص من الحساسية، ونظرا للخصائص المذهلة المضادة للالتهابات التي يحملها السردين، فهي إضافة رائعة للمساعدة في تقليل الإحمرار المزمن والتهاب الجلد الذي تعاني منه بعض الحيوانات الأليفة. يمكن أن تساعد حيوانك الأليف على فقدان الوزن. يمكن للمصدر الغني بالأوميغا 3 الموجود في السردين تنشيط نوع من البروتين الذي يعمل على تنشيط جينات حرق الدهون في جسم حيوانك الأليف. دعم الكلى. إن المكملات التي تحتوي على الأوميغا 3 لها آثار وقائية. وجد أن الأشخاص الذين يستخدمون زيت السمك على المدى الطويل مثل الزيت الموجود في السردين يبطئون من فقدان وظائف الكلى. هل يمكن إطعام السردين للقطط كل يوم؟ على الرغم من فوائده، ولكن يجب الانتباه إلى الملاحظات التالية. قد يكون السردين مناسبا لقطتك، ولكن هناك عناصر غذائية أساسية أخرى تحتاجها القطة أيضا، ولا يمكن أن يوفر السردين وحده ما يكفي من جميع هذه العناصر الأساسية. إذا أردت تقديم سردين لقطتك كل يوم، فقم بتقليل الكمية التي تعطيها للقط. فقط تذكر أن الكثير من الأشياء الجيدة يمكن أن يكون سيئاً أيضاً. القطط مخلوقات معتادة،
لذا قد يتوقعون منك إعطائها المزيد والمزيد من السردين عندما تعتاد على أكلها.